قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. جو مسكين بحال ديال شي دري صغير نعاس. كان راجل عظيم وانا مسكين فرحان مبسم بحال ديما تقول عليه فايق. راجلك صبر راجل صباح الخير. صباح الخير. الله يخليك. هذه هي دار بنت بنا فحال عطسان، بنت بنجيب السرحاني، سي نجيب السرحاني. هي هي هادي. جات شي مشكل عاوتاني؟ لا 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 لا، من ناحيه المشاكل غير نعسوا على جنب الراحه غير. ولكن شكون تابعنا؟ انا ولد الدرب، بغيت نقول ولد الحومه. دخل السي
وائل ما تبقاش على برا، دخل السي وائل. شكرا. ياك لاباس؟ لا لا لا، جيت غير بغيت نقول لكم. تقول ما تقولش، سير قول لي عطانا التيساع. انا من ناحيه التيساع غير تهنا وعطاكم التيساع. وانا فحال عطسه نسينا نجيب السرحاني. مالو عاوتاني ياك ما شدوه. بركة في راسكم. وانا فحال عطسه سين نجيب السرحاني مشى عند الله. ياك لاباس؟ شكون اللي مشى عند الله؟ بابا مات. وانا فحال عطسه سين نجيب السرحاني هو اللي وصاني. قال لي واحد النهار هو كيضحك ملي نموت سال عند بنتي وانا في حي البساتين وقول لها ربك مشى عند الله وقول لها راه ما بقى عندها مناش تحشم. ماشي انا اللي قلت لها الهضره، هو اللي قال لها الهضره. شكون بحالو؟ ما كاين ما احسن من الواحد يموت في دارو فوق السرير ديالو بخير وعلى خير. ايوا النهار كله غادي نقوق فيه هنا، ما غادي نجيبو طبيب، ما غادي نغسلوه حتى يجيو حبابو. حبابو؟ حنا هما حبابو. فكرني بسميتك. وائل. وائل السي جواد. كتعرف سميتي؟ الله يعاوتك السي جواد. شوف انا بحال عطسه سي نجيب السرحاني. كاين مشكل بحال بحال. فين كتعرف بابا انت؟ الله يا ودي، با انا في العصا كان كيجي يجلس عندي ديما، كان كيجيب لي الكارو من المرسى مسكين، باش انا كنبيع الكارو دي طاي. شتي انا سي جواد راه ولد عائله كبيره، راه خرجت من القرايه وهي هذيك بنادم قلبها تجاره، وبا انا هو اللي عاوني مسكين حتى وقفت على رجليا. شتي دابا سير اللحوم عندنا، سول في درب الطوب، كلشي كيبغي. كان محبوب مسكين. غير العجب وصافي. فين جاك العجب السي وائل؟ وانا كنقول مع راسي كيفاش راجل بحال هكا بحال با نافع باصلو بفصلو يموت موته بحال هادشي كلوشار. الله يعفو عليه وصافي. بغيت نقول راه في دار الحق وصافي. مشي نجيب جلابتي باش نمشي معاك. قول لي سي جواد، ياك ما قلت شي حاجه ماشي هي هذه كلها؟ لا لا، قلت لك هو ما عمره عاود لي شي حاجه، ولكن انا حاسس بانه عنده شي مشكله هي اللي مخربقه لي حياته كلها. شي سناف كان مخ واش من مخ مخ. ايه شي دابا بعض المرات كنكون كنهضر معاه بحال هكا وكيبدا كينعل ويكعل ويسب وانا عارف شي حاجه ما عجبتوش. بزاف تعجبك المشكل. بارك الله سعاد السي نجيب، هذا نهار كبير. بارك الله فيك. تستاهل، ما نلقوش بحالك لهذا المنصب. هاك هذا القلم ديال الذهب باش توقع به على جميع القرارات اللي غتزيد بينا القدامي ان شاء الله. هذه ترقيه عاديه ماشي شي حاجه، ولكن هديه بقلم ديال الذهب سمح لي كتصبح رشوه. سي نجيب بغى يقول غادي يعتقدوا الناس باللي رشوه، ولكن الهديه ما كترفضش، والتقيه عمرها ما غتبدلوا على اصحاب. هذا سيدي راه تكليف ماشي تشريف. العمل هو كل شيء، وصحابي كيعرفوني وانا كنعرفهم. غنمشي خدمة ونتبعك. تسنى ما تمشيش حتى نهضر معاك. اسمح لينا واحد الدقيقة. بغيت نبقاو بلاك. الناس كلهم خاصهم يعرفوا.
شكون هاد الناس وعلاش؟ عمتي زهرة وعمي حامد والجيران. سهام الجيران ماشي دابا، خلينا نقدر الامور ديالنا بعدا. ولكن عمتي زهرة وعمي حامد خاصهم يعرفوا. عمتك زهرة غندوز عندها من يكون جاي من الخدمة، وعمك غادي يمشي عنده للحانوت. يلا سير قبل ما يفتحنا هاد الوائل هنايا. ما عرفتش علاش عمرنا ما فكرنا بلي يقدر يموت على غفلة. يلا سهام. بعد وجه بانا فحال عطسة ما بين فيه لا الدغل ولا التحرميات، بحال بانا فحال عمرنا ما لقاو بحالو. وانا مرا واش من مرا هاد بانا فحال. السلام عليكم. زيد يا سهام زيد، هادو حباب الميت بنف، هادي راه بنته، كاين راجلها هو جاي، وكاين خوه واختو حتى هي، ياك لا سهام زيدي. ديروا شويه اتساع، ديروا شويه اتساع الله يخليكم. يلا يلا عويشه. يلا اللي عنده شي شغل يمشي يقضيه، مشى معكم. بس حبابو قال لك الله ينعلم يا حشم. اجي انت وائل، بقى باغك هي الاولى. كتعرف شي طبيب بالزربه؟ الطبه ما كثر لا غير هما. غير شي طبيب ما يكونش معروف، عادي وصافي. فاش كاين؟ كاين عندنا واحد في الحومه هنايا باقي جون ومزيان كلشي. في هاد الدرب الطوب عندكم طبيب؟ ايوا هذا العجب. ويلاه بدا تا هو ولد الحومه، تزاد هنا وكبر هنا، ولد الشاب. ولكن انا عايق به، والانتخابات قربوا، هو من الناس اللي كيستغلوا هكا الخدمه ديالهم باش يصوت عليهم عباد الله. شنو المستوى عندك؟ باك، بكالوريا قديمه. كتشوف الناس قاعد تبتلات وتغيرات، وحنا حنا هو حنا. في الحقيقة أنا ماشي قريتي هي اللي نفعتني، ماشي قريتني هي اللي فاقتني. با نافع الله يرحمه هو كيسمعني يقول لي الله يمسخك، واللي فيقني وعيقني. المهم سير جيب لي الطبيب ديالكم. فين زربان؟ الحمد لله اللي جات غير بشهادة الوفاة. جوج دقائق وأنا عندك.
ممكنش يكون هذا هو با. محترم السي نجيب السرحاني لكل شيء كان كيتمنى غير يسلم عليه ويهضر معاه. علاش با؟ علاش من بعد عيشه ديال العز والاحترام والمعقول تبدل وتوصل هاد الحال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ما مشيتي حتى عملتي اللي قالك راسك؟ ميكا خدمتي عمرك ما تدخل فيها. هذيك ماشي خدمتك، هذاك مستقبلنا. هذاك مستقبلنا مشروع مغشوش، خصني انا نوافق عليه. واش عرفتي بلي حنا فيه شركه ب 30%؟ ثلاثين في المئة. ومني غادي يجيك هذا 30%؟ مازال ما فهمتيش ولا ما باغيش تفهم؟ 30% هي لا سينياتور ديالك. عمي انت عارف بانه هذا باب ديال الخير تفتح لينا. انت غير اسكت بعدا، كلشي كيعرف كتقلب على مصلحتك. ماشي غير هو بابا، كاملين كنقلبوا على مصلحتنا. واش كاين شي حد كيرفض يكون شريك في مشروع بحال هذا بوالو؟ بوالو؟ وفين درتي السمعه ديالي وكرامتي؟ ها؟ والمبادئ ديالي؟ بوالو. شنو رايك نخيرك ما بين السيناتور والطلاق؟ سهام الطبيب اللي السلام عليكم. سعيد الرحبي، طب عام. سهام السرحاني، بنت سي نجيب السرحاني. كاين شي مشكلة سي سعيد؟ لا ما شنو هو السبب ديال الوفاة ديال سي سرحاني؟ ايوا داكشي علاش جبناك السي الطبيب، ياك انت هو الطبيب. دابا غير سميتو بغيت نقول. السي الطبيب لقيناه ميت هكا. بلاتي نشوف. شد الشكرة. ما عمرو شكا من شي مرض ولا كانت كتضرو شي حاجة؟ هادي 10 سنين وانا كنعرف السيد ديما اون فورم، ديما صحيح، ديما فصيح. ما عدا انت الا بغيتي تمعرت. اشنو انا اشنو انا؟ ما اذا كنتي كتسمي كويلة ورويجة حتى هي مرض ما عرفتش. بلاتي خلينا بعدا نكملوا خدمتنا ونشوفوا. راسو عامر. واش عامر؟ شوف اجي تشوف. راسو عامر كله جراح، شوف كله مجروح. وتا هنا شوف ضلعو، هاد السيد واكل العصا. كان كيطيح بزاف. كيفاش زعما كانوا كيشدوا المسلمين؟ لا عرفتي دابا السكره والدوخه وداك الشيء وانت عارف. انا نوريك. اش عارف انا؟ اش عارف؟ اش عارف؟ راه ديك الشكاره لو كارتابل راه مش عارف. خلينا نديرو خدمتنا بعدا. حي حي. لا لا راه ميت، كارميفو شويه. السيد راه ميت وشبعان موت، ولكن هاد المساله ديال الريفلكس مساله عاديه عند اي ميت. سبحان الله. ها شوف قولي لي يا انسه، هاد السيد الوالد ديالك ياك؟ سيد الله يخليك. ايه هاد السيد الوالد ديالي. ودابا هاد اجي انت طبيب ولا بوليسي؟ الطبيب. شفتك كثرتي عليا الاسئله. شوف الله يخليك،
عطيني شهادة الوفاة وبلا هدرة. لا ما غاديش يمكن لي نعطيك شهادة الوفاة سيدتي، لأن السيد علاش علاش السي سعيد كلتي دابا ريفليكس وراه السيد ميت؟ ما يمكنش ليا نعطيكم شهادة الوفاة، لأن السيد كله عصا، شوف راسه كله مجروح، العصا وكلا في ضلوعو، هاد الجثة خاصها تمشي لامورغ ودير ليها التشريح وتعيطوا للبوليس. طبيب هذا جبتي لي السي وائل. سعيد لا صافي، واش انت بغيتي تنجح في الانتخابات ولا كتقلب على جوا من جلا؟ صافي ما يكون غير الخير سيدتي. انا غادي نمشي نوصل معاك اساس. اش عندنا ما نديرو؟ دورنا مع الطبيب. هي في الحقيقه خصنا في العشيه نغسلوه ونكفنوه وندفنوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. خصنا نزربو على القضيه. ايوا اش غنقولوا لعباد الله؟ اش غنقولوا الناس اللي سولونا عليه؟ ما عندنا ما نقولوا مع عمتي. ما تفطنجه فين كان مسافر ونديروا ليه العشاء هنا نيت وحنا حتى شي حد ما سيقنا الخبر. لا لا علاش حنا غادي نجيبوه ونقولوها للناس؟ وعلاش هاد العشاء هذا ما جاتش؟ مات في نهارو ونجيبوه في نهارو من بعد ما غبر 10 سنين على الناس؟ راه ما يمكنش. عندك الحق جواد، يقدروا الناس يردوا البال. ها علاش؟ علاش حنا غادي نعيطوا ليهم ونديروا العشاء وندزوا عليهم يبكيو ويحزنوا معانا وعاد زيد الفضيحه من الفوق؟ تا هو الله يرحمه ما لقى فين يموت غير في داك ضرب الطوب، ضرب لي كله خطر. شحال كان زوين مشى عليا صاحبي وخلاني وحدي في الدنيا. عطيني شيكار اوصاني عليك مسكين. اش قال لك؟ قال لي قطع عليه الكريدي ديال الكارو باش يرجع صحته شي شويه. ياتا أربعة سبعة تسعود مشى عليا صاحبي اللي كان كيخلص عليه. هات شربة معيزة حنا كنا صحاب. شنو هذاك؟ لا عطيني أخويا شوية ديال النفحة الله يتوب عليه. هاك خذها كلها. شعلي يا صحيبي خلاني وحدي في الدنيا. لأنك مخ الود انتهازي. ما مشيتي تدرتي هكذا راسك وردتي العائلة كلها داك المشروع ديالك التافه بالحق. ما وردتي غير راسك وانا عمري ما نوقع. عمري ما نوقع. عمري ما نوقع. عمري ما نوقع. شو علاش شريحة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعطيني واحد جوج كيلو ديال العسل. أو باكية ديال العسل. شحال عندي؟ 99 درهم أسيدي.
علاش ما دقيتيش؟ تجديد عندك هادي. مالك عاوتاني؟ قول لي، ما عمرك ما تمنيتي تكوني واحد المرأة عندها فيلا، طوموبيل، خدمات؟ بغيتي ترجع؟ لا. وعلاش؟ كاينه هويشه. ما بغيتش نرجع هويشه. الا رجعت ورجعتي ما غتبدلي عليا وغادي تضيعي مني بحال يضيعوا مني الاخرين. بالعقش انا راه نتزوج بك. واقيلا حنا ماشي ديال الزواج، حنا ناس خصنا نبقاو كنبغيو بعضياتنا. بصح شي نهار غادي نديرها معاك. يلا نهضر، انا وجدت لك داكشي اللي قلت لك. واخا زيدي قدامي خلطه لك. لا 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 لا، هذا راه ميت اللي حداك، ولا انتوما ما عندكم سوق فيه. هذا راه هنا في حل عطسه. واش كتعرفي شكون هو نافح العطسة؟ عمرو ما يموت. زليل ضرب الطوب وسولي عليه مزيان. وزيدون حتى نحترموا الحيين عاد نحترموا الميتين. شكون انتي وعدالك كتهضري على الاحترام؟ وشكون انتي بعدا اللي غادا تعلمينا كيفاش نهضروا مع الموتى ديالنا؟ الموتى ديالكم؟ الموتى ديالنا. ياك ما بغيتي تقولي بلي انتي بنتو، بنتو اللي ما اعترفت بيه حتى مات وشبع موت. راكي غلطه مع راسك. خرجي من بيت با، وما عمرك بقى تحط رجليك هنايا. بيت با هذا بيت ديال درب الطوب، واللي ما لقى فين ينعس كيجي ينعس فيه. سمعتي يا بنتو؟ نسيت ما قلت لك. با نافح قبل ما يموت قال لينا بلي كانت عنده بنت ومات ليه، ومن تما هو مقطوع من الشجره. مرحبا مرحبا، سردي تلبس. زيد زيد تفضل، غير تشعل العافيه ان شاء الله. انا معك. مرحبا. وين معطي؟ كتشبيتي عندي؟ يقدر حتى لي عندنا نتلاقى ونمشي لكم المحل. واسمعني غير ندوي معاك. والله يهديك اش بغيتي عندي؟ راه باقي ما صورت والو. واه المعطي با نافح مالو؟ الله يرحمه. با نافح مات؟ مشى صحيبنا، مشى اللي كان مهلي فينا، مات وخلانا وحدنا في هاد الدنيا. نافح مات؟ دابا احكي لي غدا. غدا هي اليوم نشربوا شويه ويعطس علينا. الله يرحم. يلا الله معايا نمشيو نقولوا لمصطفى كل راه ما في خبار والو مسكين. معلم واحد دقيقه يا شيخ.
خديته. كاين شي واحد كانت حدا الميت؟ ما حسيتش براسي، تعدتني عيني. أبنتي غطي لي غير وجهه بعدا. العجب كان مغطي. أنا بغيت غير نعرف علاش مات كيضحك. وعلاش ما يضحكش؟ هو اللي خاصو يضحك. أشنو خسر هو؟ اللي بغاها دارها. هي في الحقيقة حنا اللي خسرنا. ومرتو مسكينة مشات فيها بالفقصة. أنا بعدا ما عمرني ما شفت شي واحد طلع عليه الدم في الدنيا قد خويا. غدا غادي ندفنوه نتناو هاد المشاكل كامل. صحابي ديال بصح جاو. ياك لاباس بنف بنف مالو؟ بنف حماد الله يرحمه. أو كيفاش؟ زعما الله مشى حبيبنا وصاحبنا اللي كان مالي فينا. ما يمكنش. جلسوا جلسوا. Parmi ses sœurs, elle vivait enfermée dans une fête. Pour deux sous, un frottement, un faux parfum. Elle se donna, c'était sa fin. Si seulement elle n'avait pas de tête, mon ami. Oui. Thank you very much, my friend. This man speaks English, Spanish, and French, and German, maybe. Yeah. How are you, sir? Yeah. Yeah, عيالة عليا. Look. One, two, three. Bundy. Yeah. Bundy. Thanks. Thanks. واحد. جورج
مات خونا وحبيبنا. مات صاحبنا. ماتوا خلانا لهذيان. ماكي ما كتبكيش حيت البكا ما غاديش يرجع لينا نافع وزيدون العيالات ما كيبكيو حتى كتخرج الجنازة. انت دابا كتجمع الدموع حتى لزو وانت ياك بينا في علمك وتهلا فيك حتى وليتي انت كتبيع غلا تجارة في العالم. كامور الميت خسارة وانا في حمسكين كان راجل. وفي غادين اكتب في غادين غاي نشوف اخونا حبيبنا هذي الملقي نظر اخيرا على جوت من الفخيت. ايوة وهذه الحالة هذي مالي الحالة حالة هي الحالة بكري نشوف اخونا حبيبنا كان بوقر من بحنا إلا شافنا غادي يفرح اللي جينا عنده هو في دار الحق. بلاتي وديك القرعة؟ قرعة. يا ما كاتبهاش خالكم. ولي شكون هذا؟ مصطفى. انا بس وانا المعطي. حنا صحاب هاد السيد. بركة براسكم. هاد الشي اللي بقى خاصنا. سيهام نودي بنتي نمشيو في حالنا نودي. واشي ها اللي قلت لكم راه الدرب كله خطر. قبيله قلت لكم يلا وما بغيتوش. دابا خاص لي يوصلكم. أسيروا معك أسيروا أسيروا أنا نجي نتذكروا ما شنو تراحي هي متحيحة تنفيحة يلا وعد السؤال مزيان تبارك الله قول اش باغي تقول السؤال هادي يلا سيدي يلا سولت سؤال وطلقنا اش بغينا فيه غسلتو ولا مازال غدا في الصباح غادي نغسلوه باقي شي سؤال غادي ندفنوه غسلوا ناس على جنب راحة حنا أبقوا مع التصبح إذا وقعت شي حاجة عيطوا لي الطب سما وقع والو هذا لا غير حنا معاه التصبح الضحكة هي الضحكة ديالو لا نقي فرحان قال لي انا اخذ البيت انا اللي قال لي اخذ البيت والحوايج اسمنا حوايج اسمنا حوايج خل اسكت والله الا وجهه ولا احمر ولا لاباس عليه وراه ميت شي واخا ميت انفور امتى كاع كيدير بحال الضحكه دابا هو امتى بلي كيكون بخير وعلى خير كان معمر علينا درب الطول والمرصى وزيد
الناس بعدنا ديك الساعه ديك الساعه جبت واحد الجيتو اش كاين تشرب شي حاجه الشريف؟ جيب لي واحد القهوه. قهوه؟ مالي قلت شي حاجه ماشي هادي؟ بيني وبينك هاد الناس الا شافوك واخد قهوه غادي يحسبوك بوجادي وديك الوقيته الجامي فاتك معاهم. واش كاين؟ جادي شي كويس؟ جيب واحد كوكتيل. ولو انا قصتي قصه تصور مع راسك غير تخمم سيمانه وانا في قاع البحر مبلط وملي فقت من القلبه لقيت راسي بقادير اويل واش انا باقي في المغرب من تماك عرفت بلي رجال البلاد شادين راسك مسلسل شوف شوف شتي دابا الكورد راك يحرقوا عندنا هنا في المغرب اواه والله مشتو بعيني على هذا الحساب إلا كانوا كيحرقوا عندنا بدون صيفطوا لهم حومة ألف وصيفطوا لنا هما ألف تبادل تبادل علاش لا أنا نمشي في الدفعة الأولى عرفتي علاش؟ حيت كنعرف اللغات مزيان يا سيدي دفع غير ملي تجيب شي اسمو عندك تنسانا يلاه نشوف عندك أجا المعلم أجي أسيدي شحال أسيدي عندنا؟ عندكم 35 درهم واش 35 درهم؟ ما تقلقش أو كيفاش 35 درهم ما نتقلقش؟ جوج عنبات وقطعة 35 درهم إيوا سيدي وسعوا خاطركم الله يخليكم خليها سيدي غير 30 يلا لا لا والله العظيم إلا بزاف كنسيد خليها سيدي 25 كليان ديال ديما زعما الرميز رجع الرميز شحال قلت سبعة 35 درهم 35 هاك خمسين درهم وباقي عطيه الله يسلمك مرحبا بك ديما هانا سجل عليك مرحبا بضيف الله جي سمعنا جي تاكل معنا نشكو قطعمس نشكو قطعمس اتفضل احنا وصلنا تفضل مرحبا ادخل ما تحشمش الله يهديك تفضل اسيدي تفضل راه بحال محلكم هذا والله الا مشى ليا اسمح لينا انا اسمي عباس الملقب بشراره السي مصطفى الغول والسي المعطي السياحه تعلمت يا انت اللي كنعلمو الادب نجيب الصحاني شوف تعمل لا غير جرب واخا
شنا الدنيا معاه علمنا بزاف ديال الحوايج. سيد اللي جمع عليك الدنيا. عشر سنين الاخرى ما جاتنا منه غير المشاكل والصداعات. اجي اختي. هي في الحقيقه ما كناش نخليه مع دوك المجرتلين، على الاقل كان يبقى فينا واحد. شتي هو دابا راه يفضل هادوك صحابو المجرتلين يبقاو معاه وما تبقاش معاه انت. علاش اختي؟ علينا ماشي خوه من دمه ولحمه. اي خوه اللي وقف ضده نهار ما بغاش يسيني على موافقه البني، هذا هو خوه. عرفتي علاش وقفت ضده؟ حيت كنا غنديرو لاباس، هو اللي وقف لنا حسكه. كما كان الحال خونا هذاك ما عندنا ما نديرو ليه، اللي عطى الله عطاه. ايوا اختي اختنا الكبيره يا حسره، ياك وقف مع ولادك بثلاثه حتى قراهم ليك، ومن جات القضيه الارض اضربتيها لي بنكره. الرزق جا حتى لبين يدينا وهو الله يرحمه اللي ما بغاش يسيني. شعا هو مشى ما تنفع لا هو لا حنا. ايوا دايم الله. بكري ردينا البال الميت. عندهم ما يديروا بها داك غير ميت. نقول نصارى الميت يموت من هنا وهما يجبدوا ليه الدواره ديالو ويركبوها في شي واحد اللي محتاج ليها. الدواره ديال البنات محروقه مشوطه نشفات بالشراب. راه يطيروا ليه مخو. اه وي بنات كان عنده المخ، كان دماغ عينه. والله الا عندك الحق، كان عنده دماغ واحد. سي دوماج دوماج بحال هذاك الراجل ما يترشحش للانتخابات. غادي يسقطوه. كب كب سهام. انا بالنسبه لي باك 12 سنين هذه ملي ولات سميتونا في العطسة وملي ضيعنا الفرصه ديال القريه السياحيه اللي دفعت الثمن ديال هادشي كامل هي ماما. صافي كلشي سهل عندك، تعطي استقاله تهز حوايجك مرتاح. بنتي مرتاح ولكن ما خليتي حتى حد مرتاح. ماما كدفع الثمن. انا استقليت من جهه وهي مشات زورت الله من جهه اخرى. بابا الله يخليك، انت بوحدك اللي بيدك تخرج ماما من التهمه بكلمه واحده منك. ما كنت كذبت، هي بنادم الوحيد اللي كيعرف يقلد الابداع ديالي. انت ماشي اول واحد ولا اخر واحد غادي تخلى على مبادئه. انا ما
كنغيرش المبادئ ديالي. وصا كل ضحت معلوم دا معلوم دا غدا على من النفاق والكذب والبهتان. شتي امك دائما عايش معها انايا بيناتنا غشاء. لكن مراتك موت ولادك انا بنتك. انا قررت نخرج من الدوامه هادي مش معايا. يلا معايا شي داك راجلك كيشبه لامك. يلا يا معايا تقلنا خيرتك ما بين الطلاق وما بين السينياتور. انا اليوم كان خيرك ما بيني انا وماما ما بين ما بين السمعة ديالي كرامتي والمبادئ ديالي. هادشي اللي بغيت تقولي اشنو جات كوالا سهل بغيت تعرفي علاش حيت قررت من هاد الوقيت هذا باش القدام مبقاتش عندي بنت سميتها سهام. إذا جا كل واحد ما تعجبوش هاد الدنيا والنفاق ديالها والتخلد والانتهازية ودار بحالو كرة كاع عباد الله في الحباسات. الناس كي خصها تعيش أسيها. عرفتي يا صاحبي إن شاء الله من اللي غادي ندفنو بنفح غادي نرجعو. انا غادي نجي لهاد البيت غادي نعاود نصوبو تاني كله ونصبغو ونقادو ونتزوج بعويشة. ياك عويشة غيتزوج بها با نافع انت خاين صاحبي. ويلي يا عباد الله ويلي مع مانات واش انت كتنسى انت كتنسى ولا مالك؟ وبا نافع راه مات مات الله يرحمو وانت غادي نعطيك الحوايج كلهم ديالو واميك عليه وصومر يا خويا شنو صاحبي منين غادي يخرجوا البنازة؟ قالوا والله وعلم من دار بنتو ديك الطيور النحل اللي كانت هنا. ابا فح ما كانتش عنده بنتو. انا بنتو انا اختو اخو عمو انا كلشي. واش خليتني انا فرقتيهم عليك انت وابا؟ صاحب وش صاحب صاحبنا وحبيبنا بنفح وشاء عند الله.
ياك انت اللي جبتي الخبار. انا عقل جيت عندي بجوج. انا راه قالوا لي تاش قالوا لك واخا العطسة ضعيفة ما تكون غير ديالو. انا يمكن غالي. تقدر ما كنتش سمعت قال يمسكين مريض وعيان وانا فهمت باللي راه مريض مات. الغلط كيوقع غلط. بنفح ما ماتش صغير قرية ديال شاب حيد تمن وفاق. يا حليلي صاحبي بيعمل مات بيني وبينكم كنت خايف يموت وخلينا بعدنا. خصنا نهزو انت ومرسها وتما كي نعطيو شي قرية يشرب وهو توقف. نهزو وفينا ومرجلين نتعاونوا لحبيبنا وخونا نتعاونوا نهزو فوق كتافعيلا. يلا عندك يكون سمعنا كنفرقوا الوقت. ترى انت فرقتي ترى قديتي كل شيء. كاش قد يوقف هاد المرة كتير بزاف. راجل كبر ما بقى قد على شراب واحد بس تزيد عاود. وانا في حدا باك ما في حدا كانوا الناس اجل ياك مال اللي لهي صحابي هو اللي هنا. يا انت عارف بجرب طو يلا وتعاون ولا غوت على اللي يعاون شتي باك نافع غادي يسهر معنا هاد الليله. ولا تحيت ولا تحيت السهره اليوم ابا نافع حيولي لا السهره على لي الصباط. تا قلت تهنيت وغادي تولي تنعس في دارك ها هو داك بنا في حديك رجع علينا ثاني. راه الصباط وفي الهضره يوجه الناس خلينا نمشي عند وجوه الخير. وانا بحي السهره اليوم وانا بحي اش واقع مالك مصدعنا في هاد النصايد ديال الليل. نفحي قاو مازال حي. نفحي آه. قلتي نفحي آه. وباش عرفتيها فين شفتيه؟ شتوه مصطفى وعباس والمعطي وضحكوا معايا كاع وهضروا. واش شكتي انت هنا؟ نفح ما ماتش غير نعس وفاق وشافوا غادي المرسى هو مصطفى وعباس والمعطي. وشكون قالك انت هاد الهضره؟ سيمبا واش انت حمقى كديها في هذا؟ اجي انت ما مشيتي تشمكرتي وجهك كتدخل عندنا وتخرج في الهضره؟ لا شتهم وهضروا معايا كاع ورا غادي المرسى وغادي نقصروه. غادي نقصروه واخا عويشه هاني جاي زيد قدامي انت. تسناو انا غادي معكم. سربي اجي انت جاي جد انا عطيهم ما صدقش حي ما تنقتلك. والله هضروا معايا هضروا معاك ومشاو واخا جاك شي في جيب ها ما حشمتيش كتشمكر طلق ما تضربش بلا. ها
قاشتين مع راساتكم. عاوتاني ولد الكبيره قلت لك ما تقجبني بهذه السميه. سيروا في حالكم ولا غادي نعطيوكم قتله بحال هذيك المره ولا نسيتو. انت العطسه اللي جبتي فيها الصداع حيت انت ماشي راجل وانت موليتي محامي عليه. خليه هو يهضر. مخبي وجهك ولا ما بقى عندك وجه اللي توري؟ حنا فضحتينا اخبارنا ولات عند الناس كله. مش بغيتي اخو عندنا هاشم نعطيهم شي سلخاجه؟ سير سير براب حرام مسكين دابا مسخن شويه. تيكو ساعه وغادي تفاهم معاك. بدلونا الساعه اخرى. لا لا هذه هي لوكازيون نتوما رفعه ونعطيكم قتله وما كاين اللي صار توازع. قلنا لهم سيروا في حالكم ما بغاوش. والله الا بلا بعينها باقي بخبيصتو باقي عفور. ودابا عرفتي يلاه نمشيو نكملوا الحفله ديالنا في البار. يلاه انا نتكلف به. يلاه شد. صافي انت دابا كتفلى علينا ياك؟ لا شفت خارج من دارو مع مصطفى وعباس والمعطي نمشي نشوفو. سيمبا نعم. عندك تعطل علينا؟ لا ما نتعطلش. شكون تقول لي بارك؟ هو السخر هذا هضر مع السي نفع اللي كيفهمني وكنفهمو. نفع هو فلفل نفع. خلي سير سير كم كم جيب لنا الشرب كيلعب مين نقول غير خير. اما قاد على صداع الليله سعيد جيب لهم ما يشربوا. جيب را لي النفع عالنفع يا ماك. بس بس كتسمع راه ممنوع عندنا واللي بغى يعطس فيكم يخرج برا ويعطس. خاش 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 وريح ريح ريح. الله يخرج هاد الليله بخير معكم. غيكون غير الخير كلشي خير. والله العظيم اللي عجبتكم وانا دك فرشك وما تخممش. حرام عليها صاحبي يا ليلي اللي جبنا ليها. هادو معاك صاحبي باش تجمع رجليك. تمالك مالك 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 مالك
علاش تقلبت دابا؟ علاش تقلب؟ نوض نوض نوض. راهم في القهوة. قهوة؟ اش من قهوة؟ قهوة الروبيو. اش كيديروا في قهوة الروبيو؟ جالسين مع راسهم. يلا نمشيو نشوفو. يلا زيد. انت صاحبي عزيز عليك صداع بنات. شد شد بناف شد. شكون يخلص لي انا؟ شكون؟ ها؟ نوريك مالك. ها المخزن جاي. فين هو نافح اللي كنتي كان في القهوة؟ كان هنا. واش هذا العصا ولا كذبت؟ راه طلقنا الله يهديك قلع، راه تابعنا الصداع. مالو ياك لاباس؟ حتى ما مالو والو، راه غير شويه ناشط مع راسو، غادي غير ندخلوا للبحر دابا يشم ريحه البحر وغادي يولي اونفور. صراحة انا عييت عييت. اوي شحت انت هنا؟ فين العطسة؟ العطسة سيدي هو اللي دار لي هاد الحالة المحل ديالي وهرب. قلع قلع، فين غادي تقلع ولا فين تشم ريحة البحر؟ هادي راه ريحة شي عاصفة خامجة. هادي قال لك ريحة البحر. كيفاش عاصفة خامجة؟ واش انت الرئيس الروكا غتخلعك انت العاصفة؟ مئات عام ديال البحر تخلعك. زيد 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 وشوف اش عندي لك. وانت ابو شعكوك ما بغيتيش حشم؟ راه العطسه اللي جبد هذا الصداع. عطسه؟ نافح العطسه؟ اه.
انت مالك؟ العطسة هو اللي جبدني وضربني وشو على العطسة ملي جيت لهنا وانا مع العطسة ومشاكل العطسة. البحر يغني يا موجة غني خدم البحر يغني مربي. حلمت واحد الحلمة خايبة يا ربي السلامة. خير وسلامة. حلمت بابا كيضحك علينا وكيقول لنا دابا عاد غادي نشوفوا الفتحة كيف دايرة. سهام درتي بالك مع باباك وخايفة من الفضيحة؟ دابا غير نعسي وغتصبحي بخير. يلا شحال الساعة؟ هذه 5:45. أبقى لي نعس دابا يلا نمد وجهد راسي. أجي أنت زيد لينا. هلا نعم الشيف. أنت شفتي حي البارح بالليل؟ شتو تضحك؟ والله تضحك معايا. سول كاع صحاب اللي صافي معايا. سير بحالي كاع. سير وقف معايا دوك. دكتور وي السي حميده، راه قلت لك بان كان ميت السي حميده. انت مأكد بلي كان ميت؟ مأكد ميت وشبعان موت كاع. ولكن كنتي شاك؟ كنت شاك في السبب ديال الموت، اما الموت انا متأكد منها بانه كان ميت. يا علاش كنتي شاك؟ حيت الجثة كانت مكرفسة وكان مضروب، وحاجة أخرى راسه كله كان عامر. عامر؟ باش عامر؟ عامر بالجراح، كله مجروح. وهاد العين، هاد العين ما كانتش منفوخة بحال هكذا، هادي يلاه تنفخات. إيه هو إلا كان ميت من قبل عينيه ما غاديش تنفخ. الميت ما كتنفخلوش عينيه. وشنو معمول؟ اشنو معمول؟ قولي لي انت، انت مأكده باللي الاب ديالك سيد نجيب السرحاني كان ميت؟ عندنا شهاده طبيه. ايه ولكن ملي خديتو شهاده طبيه ما كانتش عينيه منفوخه. هذه جريمه مخدومه مزيان. هذه كيفاش مخدومه؟ وعلاش غادي نقتلوه؟ بزاف الناس كانوا كيكرهونا في العطسه، كلكم متهومين. كلنا متهومين؟ كيفاش كنا متهومين؟ وزوينه هذه، وهذا هو الحمق بعينيه، وهذه هي الشوهه، وتعرينا وتفضحنا.